وين غرفة الست زهور؟ هاي هي الغرفة. بس مين انت بلا زغرة؟ ها بلا زغرة. ايه روح عدا يا هيك روح عدا يا ما أصلي هم. فرار؟ شو اللي جابك لهون؟ مصيبة يا ست زهور، مصيبة. مصيبة شو خير؟ هذا يا ستي في فيلم سرب على الانترنت، انت وابو جعفر وانتو يعني عم يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قولي على انتي قولي على انتي لك كيف تسرب على الانترنت؟ الله اعلم، بس الامير ابو جعفر له اعداء من جماعه الجبهه نفسها بسبب نصب مهم. هذا غير جماعه الموالين اللي استغلوا فرصه الفيلم المسرب. قولي على انتي قولي على انتي. هلا مش نقولي قدام المحكمه الكل خرب بيتي. انا منشان هيك جاي قاضيك ابو جعفر عم يستناك بمكان برات المدينه، وبس وصلتوا لهنيك رح تطلعوا ولا تركي على طول. طيب خلص رح ضب اغراضي واجي معك. لا لا لا، بلا ما تشلقي صاحبة البيت انه هربناكي. خلينا نهرب قبل ما حدا يعرف طريقك، لانه هدول اول شي بيعملوه بيشحطوك على المحكمة الشرعية شحط. طيب خلص جاي معك يلا. شو هاي القرنة؟ باين عليها وهرة وما فيها حدا. انزلي لشوف. وينه أبو جعفر؟ كأنه ما في حدا غيرنا هون. لك عم أقول لك انزلي. انزلي يا عاهرة يا زانية. لك أنت كيف تحكي معي هيك؟ شو جنيت؟ شو متوقع يعني قول لوحدي مثلك؟ أنا إلي حكي مع معلمك أبو جعفر. أبو جعفر هرب. هرب يا مدام بعد ما تسرب شريط وما حدا بيعرف وينه. يعني انت كنت عم تكذب علي؟ انت ليش جبتني لهون؟ شو بدك مني؟ ولك قد ما صرختي ما حدا رح يسمعك وما حدا رح يدرى فيكي. انت ليش جايبني لهون؟ شو بدك مني؟ حتى تصيري تحت جناحي تعملي اللي بدي اياه. اعمل لك شو بدك مني؟ يا ستي رح تعرفي مع الوقت شو بدي منك. انا ست بنت عالم وناس. ها بنت عالم وناس. ولك عم تضحكي علي ولا عم تضحكي على حالك؟ يعني بدك تقولي لي انه كنت تنامي مع ابو جعفر على نية زواج الجهاد ولا على نية التعاطف مع الثورة؟ هذا إذا ما حكينا عن علاقاتك السابقة وأنت متزوجة ومحصنة وعلى حياة زوجك. أنت ما في غيرك. أصلاً ما حدا بيعرف في هذا الشيء غيرك أنت وأبو جعفر. أنت اللي صورتنا يا كلب. فضي أدبك وبركي على يطاك وليك، لأنه أنا فيني هلأ طبق عليك الحد وأقتلك بالحلال. الله لا يوفقك يا كلب. فضي وليك، رح أمر لعندك بكرة
ولا تتعبي حالك بالصراخ لأنه ما حدا حيسمعك يا شر شوحة. شفتيها للزهور خالي؟ أنا هاي المخلوقة ما لي علاقة فيها ولا بعرف وينها. طيب إمتى آخر مرة شفتيها؟ آخر مرة من كم يوم إجا واحد مسلح أخدها. مسلح؟ طيب ما عرفتي مين هو؟ لا ما عرفت وما بدي أعرف. يا خالي نحن عم نعيش بظروف مانا طبيعية، المفروض إنه نوقف مع بعض. بدك يعني وقف مع بنات الهوى؟ عيب تحكي عن زهور هيك. عيب؟ ليش هي بتعرف العيب؟ كانت عم تقعد مع شيخ المحكمة وعم تاخد منه مصاري، هي بتعرف العيب هاي؟ حتى لو ما بصير تقص في المحصنات بدون دليل، بعدين بجوز يطلع الفيديو مفبرك. حاجة تلاقي لها اعذار بعد كل شي عملته. ما اشطرنا نحن لما منسمي بعضنا بتسميات، ما في اسهل من انه نقول عن وحدة عاهرة او فلتانة ومننسى انه هي وحدة مثلنا مثلها، مرة ولازم نوقف جنبها. بعدين نحن ما بنعرف شو الظروف اللي خلت زهور تمشي بطريق مختلف عنا. مختلف عنا؟ حبيبتي هاي وحدة. وحدة شو؟ نسيتي انه انت كنتي تهدديها بدك تقلعيها من البيت اذا ما دفعت لك؟ نسيتي انه انت كنتي تقطعي عليها الكهرباء؟ يا عيب الشوم بس ام اليسر، انت مانك احسن منا لزهور. ايمانك احسن منا، انت كمان غلطتي. هاد بدل ما توقفي معها للمخلوقه وتوقفي جنبها وتساعديها بهالظروف اللي خسرت فيها كل شيء، اهلها والوطن حتى الحب خسرته. عن اذنك. شكلك وانت عم تاكلي ذكرني باول مره جيتي فيها لعند ابو جعفر، وقت اكلتي بنفس الطريقه، وقتها كان ممكن تعملي كل شيء كرمال انه تاكلي. انت شو بدك مني؟ بدي اياكي تعملي اللي كنتي تعمليه مع ابو جعفر. انت عم تحلم. لك انت رح تعملي اللي بدي اياه غصب عنك، ولا رح اجرك من شارك على المحكمه الشرعيه. وقتها رح يطبقوا عليك الحد برصاص ولا الشنق. شو رايك؟ شوفي وليك بتلبسي هذا الفستان وبتمشي معي. لوين؟ لوين بدك تاخذني؟ بدي اياكي تعملي اللي كنت تعمليه مع ابو جعفر. قياديين مهمين جايين من تركيا لهم حظ بالمال والقتال والنساء. اللي بيشوفك فكر انك مريم العذراء، ما بيعرف انه انت عامله السبعه وزمتها. بعدين هدول جماعه دفيعة، مو مثل ابو جعفر الجربان اللي كان ياخذ مصاري من الجمعيات الخيريه لحتى يصرف عليكي. تعملي اللي بدهن اياه منك، رح يعطوكي مبلغ من المال بعد ممارسة الجهاد الليلي معك. تعطيني اياه انا بكون ناطرك برا. ويا ويلك ويا سواد ليلك اذا هيك يعني بتعملي دق ناقص، لاني ما رح ارحمك. بكفي اني عم اضبك هون اكلي شاربي نايمة على حسابي. فهمتي ولك؟ بدي اياكي تعملي اللي كنت تعمليه مع ابو جعفر. قياديين مهمين جايين من تركيا لهم حظ بالمال والقتال والنساء. تخلي الضعيف قوي، لأنه الحروب ما بتصنع من وحوش، بالعكس الحرب بتفيق الوحوش اللي نايمين جواتنا.
عملتي يا بنت الكلب؟ عملتي يا بنت الهوى؟ يا كلب يا واطية؟ ولك مسعود؟ مسعود؟ عملت الحقيرة؟ شو تريدني أساوي؟ دبر هذا يا سما. يلا تهيأ بسرعة يا معلم. ولك بسرعة. أكو حرمة مريضة نريدك تشوفها. بدك تعذرني ما بطلع بهيك وقت، خدوه على الإسعاف. باوع حبيبي لو تروح وياي لو هذا دماغ أشيله من مكانه. طيب خليني أجيب الشنطة. أستنظرك هنا، لكن أي حركة هيك ولا هيك أدخل البيت وأشلخ عيالك قدام عيونك. يبدو ما لحقناها على الوقت. حاول يا دكتور، يعني ما في أمل؟ النزف كان كثير شديد وبالفحص تبين أنها حامل. حامل؟ ايه، وبالشهر الأول. مين عمل فيها هيك؟ ولك لسه بدك تعرف مين اللي عمل فيها هيك؟ انتو شو بدكم مني؟ بدنا اياك تسكر تمك وتعمل اللي بنقول لك عليه بدون اسئله وبدون اعتراض. انا هون طبيب مو عسكري عندك. لك مو ضروري تكون عسكري لحتى تسمع الكلام. طبيب عسكري مدني مو مهم. بالقوه كل الناس مثل بعضها. قلت لك الست متوفيه، يعني ما بقدر اخدمك بشيء. يا سيدي بما انك طبيب وقلبك على العالم اكيد في عندك علم انه في ناس فقدت اعضائها وبحاجه لمساعده. ما عم بفهم عليك، شو علاقة هذا الحكي بالست اللي لحشينا معي هون؟ المدام خلص توفت الله يرحمها، وفي كثير أحياء بحاجة لأعضائها. كبد، قلب، كلية، لك عيون. لك أنا طبيب مو جزار. ولك أنا ما عم أخذ رأيك، أنا عم أقول لك شو تعمل. وإذا قلت لك لا، لك هاي جريمة ضد القانون، ضد أبسط حق من حقوق الإنسان اللي عم تقاتله مشانه. لك أنا ما طلبت منك درس بالحريات، أنا عم خيرك بين إنه تعمل اللي منقلك عليه وبين شو؟ وبين إنه تلحق المدام اللي ملقحة قدامك. واحتراماً لحقوق الإنسان اللي عم بتحكي عنها رح أعطيك فرصة تفكر قبل ما أقلك شو هو الخيار الثاني. ها؟ عندي إحساس إنه أنت عملتي هيك بحالك لتخلصي من شيء. مين أنت يا ترى؟ طيب شو قصتك؟ شو اللي وقعك بين إيديه؟ رجعتنا على المدينة ما عاد منا أمل بعد فضيحة أبو جعفر. أخويا إحنا ما لنا علاقة، كنا رجال عنده وما لنا سيطرة عليه. ومن رأى منكم منكرا فليغيره، يعني هيك هيك ما راح نخلص منهم، راح يقيموا علينا الحد لنصرة الدين. يعني شو نساوي؟ نبقى هنا؟ نغادر؟ شنو؟ الدكتور اللي بإيدينا جاج الذهب بياضة. انت مستقل صار الأعضاء البشرية؟ يعني إذا بيضل بتعاون معنا بتنفتحنا طاقة القدر، وبالمصاري اللي بتطلعنا بنقدر نروح لأي أردن بالعالم ونعيش عيشة نظيفة بقى. الدكتور عنيد وأخاف ما يبقى يتعاون ويانا. إيه راح يتعاون معنا غصب عن راسه. وشلون؟ شلون؟ اترك الموضوع علي.
الان؟ هي مو مرتك وولادك؟ شو ناويين تعملوا فيهم؟ لك هدول اطفال. مرتك وولادك هلا صاروا تحت رحمتنا مثل ما لك شايف، واذا بدك اياهم يضلوا طيبين تعمل اللي بنقلك عليه. طيب بس فهمني شو ناويين تعملوا فيهم؟ قلت لك اذا بتعمل اللي بنقلك عليه راح يضلوا بخير وعايشين. طيب بس خليني احكي معهم واطمن عليهم. مسعود عندهم وعم يطمن عليهم بطريقته الخاصه. لما بتنفذ اللي اتفقنا عليه تحكي معه وتطمن عليه. عم تفهم يا دكتور الغبره؟ المدام خلص توفيت الله يرحمها، وفي كثير احياء بحاجه لاعضائها. كبد، قلب، كليه، لك عيون. انت وعدتني بعد العمليه اني ارجع لعند مرتي واولادي. وقتك معنا لسه ما خلص. انت شو بدك مني؟ بدي اياك تشتغل معنا. انا طبيب بعطي الحياه للناس، انا ماني قاتل. هي قتل الناس وبيع أعضاؤهم، هالشغلة مو شغلتي. قلت لك يا دكتور إنه بالحروب الفرق بين الحياة والموت شيء نسبي، يعني باللي رح تعمله ما رح يختلف عن عملك كطبيب أبدا، لأنه رح تضل عم تعطي الحياة للناس المحتاجة لهي الأعضاء. وصدقني يا دكتور، صدقني مع الوقت رح تقتنع وتستمتع باللي عم تعمله مثلنا تماما. وإذا قلت لك لا؟ ومرتك الحامل وأولادك ولا مقايس عنهم؟ طيب خليني أشوفهم، خليني أتأكد أنهم بخير. ما زالك عم تسمع الكلام رح يضلوا بخير وعايشين. طيب بس خليني أشوفهم. يا سيدي رح تشوفهم وبالوقت المناسب. منيح هيك؟ شو هاد؟ زبون جديد. هذا مصاب رجله كليته لازمتنا. بس هذا عايش، ما بيقدر يرجع لضيعته. هلا اذا ما بيقدر يرجع لضيعته بنقتله؟ ولك انت بتعمل اللي بنقول لك عليه وبس. لك يا بني ادم عم بقول لك عايش. الا له طريقه. ما في غير نخدره بنسبه مخدر عاليه ومنقيم الاعضاء اللي بدنا اياها. بس انتوا بعدين بتلاقوا حل للجسة. لك لا تاكل هم الجسة، انت اعمل المطلوب منك. كنت أعطيهم مخدر عام لحتى أقدر أوقف شغل بعض الأعضاء وأقدر آخذها. كنت أحرص أن تطلع الأعضاء سليمة لتوصل للمريض المحتاج بأفضل حالة، وكانوا هن ينقلوها ببرادات صغيرة مجهزة ليضمنوا سلامتها، وبعدين يهربوها بشكل أساسي على تركيا اللي كانت السوق الأول لتجارة الأعضاء اللي كنا نحصل عليها. كيفك؟ كيف الأولاد؟ نحن مناح، والجماعة اللي عم تشتغل معهم ما عم يخلونا نعتاد شي، ووصلوا لنا الأمانة. ليش هيك وشك تعبان؟
لاني ما عم افطر، عندي شغل كتير. المهم هلا طمنيني كيف الحمل؟ كم يوم وبيشرف؟ انا اشتقت لكم كتير. انا اخذه على خاطري منك، كيف هيك بتطلع من البيت بدون ما تخبرني انك بدك تتطوع لتسعف الجرحى على حدود؟ انا مخطوف، في جماعه خطفوني وهددوني. لك يا دكتور يا حبيبي، قلت لك لا تحاول تتزاكى علينا لانه مو من مصلحتك. يعني مرتك شو كان راح تعمل لو عرفت انك مخطوف؟ يعني ما بعرف، يمكن كنت عم حاول تعلق في شيء لحتى اطلع من هون. ما بتطلع من هون الا بقدرة قادر، فالافضل لك انك تتعاون معنا. بتكون هلا قلقت كثير وابصر بشو عم تفكر، والقلق والخوف مو منيح لحملك. مرة تانية فكر منيح قبل ما تعمل هيك تصرفات تزعلنا منك. ها قدامك اسبوع شاق وطويل ومتعب، ايه بده هز كتاف. هذا منصاب ظهره. وشو لازمكم لأعضائه؟ لا هذا من جماعة الجبهة، انصاب ولازم يرجع عايش. ايوه بس نحن ما عنا أدوية ومعدات ساعدنا بهالشي. ايه انت اكتب اللي بدك اياه ونحن من أمنه. اللي بدي اياه ما انه موجود هون. ولا يهمك، رح ندبرهم من تركيا. انت اكتب شو بدك ورح يكونوا عندك فورا. لساته تحت تأثير المخدر، بده ساعتين ليصحى. يا ترى حيحس باللي صار؟ لا لا ما بيحس بشي، وبيعيش بطريقة طبيعية وما بيحس بلسة أصلنا له. يا ما بدنا مشاكل يا دكتور، هذا من شباب الجبهة الأبرار والأحرار ومصة فيها. قلت لك لا تأكل هم، بعدين كلها كلية، كتير من الناس بتعيش وبتموت بكلية واحدة. يلا إن شاء الله للمساء بيكون صار منيح وبتاخدوه. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يجيب الخير. قادر يا كريم يا رب. هدول الأدوية بتاخدوا لمدة أسبوع وبتكتر شرب سوائل وإن شاء الله معافى. على الله يا شافي يا رحمن، بس والله يا دكتور الوجع ما عم ينحمل. معك حق، جرحك كان كبير ومع الأيام بيطيب إن شاء الله. على الله كله، كتر خيرك دكتور. بالسلامة. يا مرتك ولادك هلا صاروا تحت رحمتنا مثل ما لك شايف، واذا بدك اياهم يضلوا طيبين تعمل اللي بنقلك عليه. طيب بس فهمني شو ناويين تعملوا فيهم. قلت لك اذا بتعمل اللي بنقلك عليه راح يضلوا بخير وعايشين. هذا طفل
طفل ما بيطلع عمره 10 سنين وغرقان بدمه. هذا كافر دمه حلال، سبحان اللي حلله للذبح. لك هذا طفل، الأطفال ملائكة ما بيتحاسبوا. لك أنا ما أسألك عن رأيك. شوف لك معنا ساعتين وبدو يجوا ياخدوا أعضاءه بعناهم كلهم. بعدين أنت بتعرف واحد بصغر سنه قديش أعضاءه بتساوي؟ لك هذا طفل طفل، واللي قبله كان أب، واللي قبله كان أخ، واللي قبله كانت أم، كله بتبعضه. بعدين هذا ميت ميت، مو أحسن واحد تاني عايش يستفيد من أعضاءه؟ بلكي الله سبحانه وتعالى بيغفر له ذنبه. قادر يا كريم يا رب. لك هذا طفل وما عليه ذنب، وانت وجماعتك بتعرفوا هذا الشيء، بس انتوا عم تلاقوا طرق لتحللوا، وانا ما عندي استعداد اعمل اللي بدكم اياه. اذا كان هذا اغلى عليك من ابنك اعمل اللي براسك. شو؟ مو هذا عمره من عمر ابنك؟ وابنك حلال وهذا شو؟ حرام. شفت؟ شفت انه انت بتدور على طرق تحلل اللي بدك اياه، بس من مبدا تاني غير مبدانا. بسم الله عليك. يا رب يا رب، خاصرتي يا جماعة الخير ما عم حس فيها. شو قصة الوجع هذا اللي معك؟ يا رب يا جماعة، الوجع عم يروح ويجي بس ما عم بقدر اسند طولي هلا. لا حول ولا قوة الا بالله، الزلمة وشه مصفر، ساعدني خليني اسفه بسرعة. يلا يلا هاتي يا الله. يلا يا شافي يا الله. كيف حتى عملتوا له عملية؟ أنو عملية؟ الشباب علمنا مو عامل عملية، هو انصاب والحمد لله الشباب قاموا داهوه وداروا بالهم عليه. انت معامل عملية استئصال كلية؟ استئصال؟ ولك استئصال شو يا دكتور؟ انا بحياتي معامل عملية. يبدو في كلية مستأصلة وهي اللي عم تعمل لك هالمضاعفات. كلية شو؟ لك شو هالمصيبة يا شباب؟ دخيلك يا الله. بصير عمليات استئصال تحت الله. التخدير العام وهن عم يعالجوا اي جروح. يا الله، انتم متأكدين من الطبيب او الجهة اللي عالجته؟ الواحد ما عاد بيعرف بهالوقت مين بده يأمن. عملوها اولاد الكلب. طيب رح يضل عندي تحت المراقبة لحتى أتأكد أنه وضعه مستقر. يا الله خليك أنت هون عند الدكتور ونحن رح يكون إنه حساب عسير عنا أولادين هالكلب. إن شاء الله يا رب يا رب. دخيلك يا دكتور. أنا أخذ على خاطري منك، كيف هيك بتطلع من البيت بدون ما تخبرني إنك بدك تتطوع لتسعف الجرحى على الحدود؟ ولك لازم نترك المكان. يلا تحرك. لك فهمني شو صاير. ولك هلا مو وقت حكي، والله اذا مسكونا وعتروا علينا لا يقتلونا واحد واحد. ولك يلا تحرك. هاي الاجهزه والادويه شو بنعمل فيها؟ ولك بلا ادويه بلا بطيخ مبسمر الهادي. يا
فهمني شو اللي صاير. جماعة الجبهة أخذوا علم باللي سويناه بجابر. جابر تبع الكلية؟ هولك إيه تبع الكلية، وإذا ما هربنا بسرعة يلحقونا يمسكونا ويقوموا علينا الحد. طب وين بدنا نروح؟ قدرك من قدرنا، أصلا ما نقدر نستغني عنك يا دكتور. لك مسعود، يا مسعود لك وينك؟ جماعة حيكونوا مستنين على الهدود، حنسلمهم اللي معنا واللي حيطلعنا. كفينا نعيش سلاطين بتركيا طول العمر. زين ما نقدر نطلع من تركيا على دولة أوروبية؟ أصلا هذا هو الحل الصح، لأنه من السهولة إنه يجيبونا من تركيا، خاصة الظروف اللي صايرة هنيك.